ومرحبا الساعة ومرحبا بريم في الجولة الثالثة من كراش. الحين شوي، احنا اول جولتين كانوا تسخين، الحين كراش بيبدأ شوي شوي يصعب المواضيع. هذا هو كراش، اللعبة شوي اصعب من شكلها ترى، يعني اللي تشوفون شكلها شوي اصعب. انا الحين سويت انا بلاي حق كراش القديمة في الخلاف، بس كراش ريسنج لو ينزلونها بيكون طر. والله كراش ريسنج اذا ينزلونها بتكون وايد حلوة. هني احيد كان في، ايوة هني الجولة تصعب شوي شوي. في هني مكان انا اكرهه دايما اتم اموت فيه لين اقول بس قبل لا يدور ويفرنا. لا اخ بالغلط، على صراحة البرتقال للأسف راح أروح ولا بروح. والله لو رحت كنت خلصت، تريت على الفاضي للأسف، تريت على الفاضي. تعي باي كم بعد بتين واحدة ثانية هنا حيد. بس والله حرام ضاع علي البرتقال صراحة، والله حرام وايد يسوي فرق البرتقال هذا. ام حبس لي ترى من اي ابو برتقال، والله ما ابغى الادوار. برتقال وايد زين، وايد زين البرتقال. سب نبغى هذا وابوك ترى عادي لو طحت اروح عيد البونس، بس مو بطيح يعني البونس سهل ترى، حرام ما يطيح فيه بونس من اسهل بونس هذا. الحين بونسات كلها سهله، بعدين بيطلع لنا مال الدكتور نايترو يا حبيبي على البونسات اللي طلع تحسوا شو شوفوا ناقصني 8 صناديق. النيب اذا تبون نيب جواهر هذا بعدين، بس انا اوريدي حطيت كيف النيب الجواهر زمان اوريدي موجودات، يعني ما له داعي. ها كانت الجولة الثالثة من الجزيرة الأولى، ونشوفكم إن شاء الله في الجولة الرابعة في فيديو ثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.